هاي يا حلوين، اهلا وسهلا فيكم بالقناة وفيديو جديد. كيفكن حبيباتي؟ شو اخباركن؟ بتمنى تكونوا كلكن بألف صحة وسلامة يا رب. فكيف ما شفتوا بالعنوان، فيديو اليوم هو عن طريقة تكبير الصدر من غير عملية تجميل او جراحة. بس قبل بدي وجه رسالة لكل بنت صدرها صغير ومش عاجبها وعامل لها عقدة. فوتي احضري فيديوز لعروض الأزياء الغربية وشوفي لي إذا في شي وحدة عندها صدر كبير. كلهم مسطحين تقريبا، ما عندهم ولا شي. وانتبهوا، كلهم فيهم يعملوا عمليات تجميل بس ما بدهم، لأنه معايير الجمال بالغرب ما يكون الصدر كتير كبير، فكلهم ما عندهم صدر. هلأ إذا ما اقتنعتي بكلامي ومصممة إنك تعملي عملية تجميل، لأنه هيك رح تتحسن نفسيتك، رح تشوفي نفسك أحلى، فما في مشكلة عمليها إذا حالتك المادية بتسمح. بس خليني أشرح لك عن طريقتين لتكبير الصدر بالعمليات الجراحية، بتكون إما بالسيليكون أو بنقل الدهون الذاتية. بالنسبة لتكبير الصدر بالسيليكون، هيدا السيليكون بيتغير بعد 10 سنين، ما في شيء اسمه غارونتي مدى الحياة. السيليكون ضروري يتغير بعد 10 سنين. بترجعي تعملي عملية، بيشيلولك السيليكون القديم وبيحطولك السيليكون الجديد. والطريقة الثانية هي نقل الدهون الذاتية، ومع الوقت الجسم بيمتص هدول الدهون بنسبة 30-40%. إذا نحفتي الصدر كمان رح ينحف، لأن الدهون بتروح من كل الجسم وهيك رح تروح من الصدر كمان. أما الطريقة اللي جبتلكن اليوم واللي ما فيها أضرار هو السيليكون الخارجي، شوفوا. إمتى ما حبيت تكبري صدر كبري، وإمتى ما حبيت تصغري بتشيلي السيليكون وخلاص. فهيدا السيليكون الخارجي بتحطيه مع السوتيان، بيعطي شيب حلو وكمان بيرفع الصدر. كيف ما عم بتشوفوا هون تحت سميك أكتر من فوق، سيليكون كتير خفيف، ولما تحطيه بالملمس ما بيبين انه حط شي، مثل كأنه صدرك طبيعي. خلوني فرجيكم، هيدا هو صدري طبيعي، تمام. وهلأ رح أعمل تجربة معكم، رح حطه بس بجهة حتى تشوفوا الفرق. بس دقيقة رح ركبه وفرجيكم. يولا شوفي الفرق بنفسك، هيدا الجهة كيف مرفوعة وهون لا، شفتوا؟ يلا رح شيله ونكمل. وهلأ رح نحكي عن السعر. فسعره 5 يورو، رخيصة كتير مقارنة مع الشكل الحلو اللي بيعطي للصدر. شوفوا، تقدري تلعبي فيه اي طريقة حبيتي، ما بيتخزق ولا شيء. اما من وين اشتريته؟ تدا، من حبيب قلبنا شي ان. رح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف. قبل ما تشتروه لازم تشوفوا السايز تبعكم، تمام؟ انا اخذت ام. كل حدا ياخذ السايز اللي تناسب مع الصدر تبعه. بونو حبايب قلبي، هيدا هو فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم. اذا هيك هدوني لايك وتعليقات، واللي عنده اي سؤال يسالني ورح اجاوبه. ولا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. وهلا حبايب قلبي رح أقولكم باي، ونلتقي بفيديو جديد إن شاء الله. باي.